يقول: سؤالي يتعلق بالتأمين على رخصة القيادة، هل يجوز ذلك؟ إن كان الإنسان مخيرا، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل فلا يجوز. أما إذا ألزم بهذا ولا يعطى رخصة قيادة إلا بأن يدفع هذا المبلغ فيدفعه مكرها لأجل حصول الرخصة، لكن لا يستفيد من التأمين، لا يستفيد من التأمين، لأنه أكل للمال بالباطل ومن أكل أموال الناس بالباطل. فإذا حصل عليه حادث أو شيء لا قدر الله فإنه يدفعه من ماله ولا يدفعه من مال الشركة. نعم.